أنا لم أتلقى أي خبر رسمي من جهة رسمية حتى إني أتحدث فيه. أنا مثل أي واحد ثاني بنشوف شو اللي على الفضائيات وسائل الإعلام الأخرى، بسمع إنه في يعني راح يكون في إعلان من جهة رسمية بعد ساعة، لكن أنا ما تلقيته، ما طمنوني إلى الآن. ومن من من يوم إنه معاذ أسقط الطائرة وأسر حتى هذه اللحظة أنا لم يطمئني أحد. الإجراءات اللي اتخذناها بجوز إنك شاهدت قسم كبير منها، إنه منذ سمعنا بالخبر اللي نشر على الجزيرة هبت كل الجنوب، كل الأردن استياء، وتجمعوا في مناطق متعددة، في العقبة، في الشوبك، في معان، في طفيلي، في الكرك. وثم انه امبارح احنا كنا معتصمين على الدوار الرابع امام رئاسة الوزراء وعبرنا عن رأينا كل واحد بطريقته. الموجودين على الدوار من توجهات مختلفة لكنها كلها بتلتقي على شيء واحد، انهم اردنيون وانهم ابناء عشائر، وهذا معاذ هو ابن الاردن كله، ولذلك هتفوا بهتاف واحد وعبروا بتعبير واحد انه احنا بدنا معاذ يرجع. هذا اللي فكانوا متوحدين في شعاراتهم. اللي بيقول انه كان يلكنهم هذا خبر مدسوس وكذاب. احنا بننتظر ماذا سيحدث او ماذا سيكون رد الدولة، واذا لم يحدث شيء سيكون هنا اجراءات تصعيدية اكبر من هيك. انا شفت ان الحكومة الاردنية هي اللي خدمت الحكومة اليابانية في تحرير رهين التم، لكن ما عندي شيء رسمي حتى اني اتحدث فيه. يعني الى الان ما ابلغ، انا مثل اي واحد ثاني باخذ عن وسائل الاعلام. أنا بوجه نداء إلى الدولة الإسلامية أنه أرجو أن يكون عند حسن ظننا، إحنا بنظن فيهم كل الخير، ومعاذ موجود عندهم وهم مسلمون وهم بيعرفوا ما هو حقوق الأسير، وأملنا كبير جدا أنه معاذ يكون معزز مكرر عندهم. أما نداء إلى الجهات الرسمية، أنا لا أناديهم، أنا أطلب منهم طلب أنه يا الجهات الرسمية، هذا معاذ إلى اليوم 36 يوم في الأسر، أنا ما لمست أي جهود جادة في سبيل تحرير معاذ، ولذلك أطالبهم، مو أناشدهم، أطالبهم وبشدة أن يتخذوا خطوات سريعة وجريئة وجادة في سبيل تحرير معاذ. أنا رحت شخصيا وقدمت طلب باسمي وباسم عشائر الكساسبة للسيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليتدخل شخصيا مفوضا من أهلنا، وكانت يعني النتائج إيجابية إن شاء الله. بحكي أنه أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نعيد معاذ إنا بقدرة الله سبحانه وتعالى، وما زلت أنا بطالب الحكومة الأردنية تشتغل بجد.